السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو سريع وخبر مهم أصدقائي على عملة شيبا إينو وجميع العملات الرقمية، طبعا على رأسها عملة شيبا إينو وكمان البيتكوين. رح نعرف شو هو الخبر أصدقائي قبل ما نبلش بالفيديو، بتمنى تعملون لايك وشير واشتراك حتى يوصلكم كل جديد في عالم العملات الرقمية. وأصدقائي قبل ما نبلش حاب أذكركم مجموعة التليجرام، تجيني كتير تعليقات وأسئلة على اليوتيوب. أصدقائي أنا ما بقدر تابعكم كل واحد بوحده، عملنا قناة على التليجرام نجاوب فيها على كل أسئلتكم ومننزل توصيات يومية. إذا بتحب صديقي تدخل على جروب التليجرام، راح أترك لك رابط القناة بالوصف. طبعا هاي خدمة نقدمها جميع متابعينا، نقدم توصيات يومي وجميع أخبار أول بأول. الخبر أصدقائي مثل ما شفتوا عنوان الفيديو انتصار تاريخي للعملات المشفرة وعلى رأس عملة شيبا إينو. مثل ما شفنا أصدقائي أنه عملة شيبا إينو إلى جمهور كبير، من قبل صورت مقطع فيديو على الدعايات والإعلانات اللي صارت في شوارع أمريكا. طبعا غض النظر في ناس قالوا لي أنه هذا الفيديو عبارة عن تلاعب وكذب، لكن أصدقائي أنا بعد ما اطلعت وبحثت على الفيديو أكثر من مرة طلع الفيديو صحيح 100%. تواصلت مع أشخاص بأمريكا طلعوا فعلا في إعلانات عن عملة شيبا في الشوارع، طلع فعلا في إعلانات لعملة شيبا في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مثل نعرف أصدقائي رغم انهيار السوق والبيتكوين حاليا منهار، بنشوف عملة شيبا إينو الماركت كاب تبعها عم بيزيد ما عم بينقص، الجيش تبعها عم بيكبر. إذا بندخل على صفحة شيبا إينو على تويتر بنشوف إنه عدد المشتركين بالصفحة عم بيزيد ما عم بينقص، والحمد لله عملة شيبا إينو عم ترتفع شيئا فشيئا. حاليا الماركت كاب لعملة شيبا إينو أصدقائي 3,327,000,000، يعني الرقم ثابت رغم انه كل العملات عم تنخفض الا عملة شيبا إينو عم تنخفض بمقدار بسيط جدا، لكن الماركت كاب تبعها تقريبا مثل ما هو من اسابيع، بالعكس عم بيزيد من اسابيع الى حد الان زاد. تقريبا من اسبوع كان الماركت كاب لعملة شيبا إينو هو 2 مليار دولار، حاليا 3 مليار دولار و327 مليون دولار. ماشي، نعرف انه في شعبية لعملة شيبا إينو، الناس عم تخزن. صديقي اذا انت معك عملة شيبا إينو خزنها، بدك تشتغل بالمضارب، هذا قرارك الشخصي. لكن من وجهة نظري صديقي في عملات تستحق المضاربة اكثر من عملة شيبا. عملة شيبا انا بستعملها كتخزين، يعني اذا خزنت فيها 50 دولار او 100 دولار في السنين القادمة ممكن اخذ الاف الدولارات. هاي وجهة نظري الشخصية فقط صديقي. اما حلم وصول الى الواحد سنت، بعد هذا الحلم قريب بسبب عدة أخبار عم تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي والولايات بأمريكا اللي عم تعترف بالعملات الرقمية. طبعا جميع الدول عم تعترف بالعملات الرقمية. هلا رح نطلعكم الأخبار المهمة أصدقائي. عنا خبر انتصار تاريخي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب شو هو مضمون هذا الخبر؟ مضمون هذا الخبر أصدقائي إنه ولاية من ولايات أمريكا، اسم الولاية وايومينغ الأمريكية، يعترف بها ككيان قانوني. في شركة اسمها كريبتو فيد داو الأمريكية، هاي الشركة لتعدين العملات الرقمية، أخذت تصريح من ولاية وايومينغ الأمريكية يعترف بها ككيان قانوني، يعني هاي صارت أقوى سلطة تشريعية للعملات الرقمية في أمريكا. نشوف المقال مكتوبة ما يعنيه هذا هو إنشاء عملة رقمية حقيقية بقبول جماعي أصبح ممكنا. العملات المشفرة أصدقائي وعالم الكريبتو فرض حاله في الاقتصاد العالمي وصار جزء من البورصة العالمية. طبعا صار تقدر أصدقائي تاخذوا اللقاح الكوفيد عن طريق البلوكشين والعملات الرقمية. صار تعاون بين شركة تيش ماهندرا الهندي العملاقة مع شركة بلوكشين لتقديم حلول القضايا اللوجستية. يعني أصدقائي التغريدة بتقول من صحيفة كوين تيليغراف بتقول للمساعدة في التطعيم الشامل ضد كوفيد 19 تتعاون شركة تيش ماهندرا الهندية العملاقة مع شركات البلوكتشين لتقديم حلول القضايا اللوجستية. يعني شركات لقاح لكورونا صارت عم تتعامل بالبلوكتشين وعم تستعين بالشركات البلوكتشين. خبر تاني أصدقائي، يبدو أن كوريا الجنوبية تفتح حدودها أمام العملات المشفرة.
انضم بنك شينهان أحد أكبر بنوك في البلاد، يعني أكبر بنك في كوريا الجنوبي، انضم إلى مجلس البلوكشاين، يعني صار معترف به من صار معترف فيه أو صار أو اعترف بالعملات الرقمية وصار يقبل الدفع بالعملات الرقمية. أخبار جميلة أصدقائي، يعني رغم انهيار السوق بلش السوق يتعافى، الناس صارت ترجع للثقة للبيتكوين. البيتكوين اليوم ارتفع تقريبا إلى 35,000 دولار أو 34,000 دولار و800، وبعدها نزل. طبعا أصدقائي جني الأرباح ضروري التصحيح لابد منه، لكن لا تيأسوا، في ارتفاع إن شاء الله بالأيام القليلة، في ارتفاع قوي إن شاء الله. وأنا عندي عملات رقمية حاليا جاهزة للانفجار في حال انفجار البيتكوين، تمام؟ أنا راح أطرح العملات على مجموعة التليجرام، إذا بتحبوا تفضلوا حتى نستفيد كلنا من بعضنا. راح ننزلكم توصيات أول ما يصير تحسن بالسوق. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون نال إعجابكم، وإذا قدرت أقدم لكم محتوى مفيد وحبيتوا هذا الفيديو، لا تنسوا تعملونا لايك وشير واشتراك حتى يوصلكم كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.